Non. Non? C'est la... Attends un peu. C'est la place Alexis Nihon. Tu connais-tu la place Alexis Nihon, toi? Oui, OK. Ben, celle-là, je l'ai lue. Ouais. T'es-tu déjà allé à cette place-là? Absolument pas. Toujours est-il que les musulmans extrémistes ont mis de la pression. C'est un gros lobby. C'est ça. Lobby, t'es chez nous ici. T'es au Québec. Exact. T'es au Québec. Si tu veux vivre comme dans ton pays, prends-toi un billet d'avion puis va dans ton pays. ماما حبيبي تقبرني يا قلبي ماما لازم تفيق يلا حبيبي قوم تقبرني. هاي أنا اسمي جورج، أنا سوري كندي وأصلي من مدينة حما. جيت على مونريال وقتها كان عمري 17 سنة وهلا عمري 22 سنة. أنا عايش ببناية موصولة بمركز تجاري اسمه أليكسي نيون. أنا بعرف معظم الجالية العربية بالبناية وأغلب العرب يلي بيصلوا للمركز التجاري. من فترة كترت الهجرة على كندا وكتروا السوريين بالبناية، وإذ لميت خبل صحيفة كندية تكتب إنه نحن إسلاميين متطرفين لسبب مو مقنع بالنسبة إلي. كل حال قررت حقيق بالموضوع أكثر ابتداء بالمركز التجاري. هلا انتو شوفوا واحكموا بنفسكم. بس ما لقيت شي بيدل على انه في تطرف الا اذا كان قصدهم. إنه الحجاب مو دليل على التطرف وهو حرية شخصية. وهلأ صار الوقت لنفوت على بنايتي. Alors ça fait 20 ans que je travaille ici. Maintenant au service des locataires. Pas visible en tout cas. À part comme je dis là, des petits signes comme ça, de temps en temps des alarmes qui sonnent, des choses comme ça. Parce que les personnes sont choquées après quelque chose qui s'est passé dans la journée, soit avec un agent, soit avec un... Mais si on voit ça n'importe où, là, ça, c'est pas nécessairement du l'extrémisme. بس ما اقتنعت وقررت أقابل سكان بنايتي. شو رأيكم بأليكسي نيون؟ So, let's talk a bit. And then waste 5 minutes of your time. Same time, we'll get 10 golden seconds. Okay, that's perfect. You know what I mean? Yeah. Jalboshi or Bushi? Test 1, 2, 3. Run as a jackass. I really hope you're not prepared. Who's that connected to keep on?
أنا بروفيسيونيل وعندي هلكتني. ماني بروفيسيونيل. هلكتني. طلعنا خلصنا مدرسة، تخرجنا، بدنا نروح على الجامعة بكندا، مونريال. وبعدين شفت حالي هون بمونريال، وبلشت كونكورديا هندسة مدني، وهلا هالصيفية بتخرج. وهلا بعمل انترنشيب. احكي لك قصة أليكسينيو. بقول لك هي صعبة يا زلمة. بس شو فيني أقول لك أليكسينيو؟ برج العرب. برج السوريين بالذات يعني. That's it. Syrian Canadian community. أليكسينيو حسها هي إنه السوريين إنه هي مرحلة الواحد السوري، الشاب السوري أو بنت السوري حيمر فيها أول ما يجي فيها عمر يار. مرحلة أساسية يعني. أنا بسأل حيلا واحد سوري هلأ بعرفه أكيد بيقلي إنه عنده شيء قصة بأليكسينيو. هلا هي شغلة بقولها لكل العالم حتى الأجانب، كل ما بيقولوا أليكسينيو بيقولوا آه عند العرب، the Arab location. العالم وتيجوا لهون سوريين بالذات أنا برأيي بيخسروا عربيتهم على هو مين في حواليهم. إذا حواليهم من الشعب السوري مثل ما حوالينا هون بالأكسس أكيد دون يضلوا يحكوا عربي يعني. أقول بس إذا هذا أجا على أليكسينيو عربيته تقوى تقوى. شو بتعمل أنت ورفقاتك كنت هون؟ هذا الشيء ما بنقال كثير. صعب بنقال هذا الشيء. لا ما عنا. طيب بس انه ايه اخي قصة البروز هون انه حلو انه تعمل علاقات قوية دائما بتشوف نفس كذا واحد ضلك بتشوفهم طول الوقت طول الوقت طول الوقت لانه قراب عليك. كندا ما لها بلد سهلة ابدا. نحن عنا شوي بسوسايتي، أنا هي الكسلانة شوي ما بعرف إذا بحق. لا ما حعمل مو سوسايتي. نحن عنا بقى الماي تشالنج إنه ما هدي، بس it's a challenge for me إنه الشغل شغل دراسة دراسة يعني. هي مو بس يكفي واحد يروح على الشغل وبس، لا أنا لقلي يعني إنه لا شغل ولازم نفس الوقت يكون معبى وقتي إني عم بس يعني عم بدرس عم بتثقف ثقافة يعني. بتحس هون كلنا بنجي مع نفس ال background ونفس ال morals وكل هدول الشغلات، بس شوي شوي بتلاقينا شوي شوي منفوت بالجو هون. ما منعود إنه السوريين 100% يعني بنحتفظ بكل شيء اللي هو السوري عنا، بس بنفس الوقت بتلاقينا إنه كأنه متبنى شوي عادات تقاليد كندية. طبعاً موريال منيحة للكبار وتريح الجسم وتريح الفكر وفيها كل شيء متوفر. الطبابة لو في تأخير للطبابة شوي بس ماشي الحال، وبدا يكون واحد يأمن حياته يشال مصاري لها مصروف كبير. شو فكرك انت؟ ملكة سوريا ولبنان حاجة تدرك فيدي العجب. والله بتعمل فيني عجب انت. شو مفكر انت؟ شاريني يعني؟ لا شاريني يمكن؟ صرت تحت امرك انا. مظبوط. انا ابني ما عملت له انترفيو. انا حتى انت اعمل لك انترفيو استاذ. إذا عبدو رافع وحدة كندية بتخليه؟ ما ملي بدو أنا بيعمل بدو إني It's his choice. Yeah, we're both extremely open-minded, so we have no conditions, man. Okay, I am protective over my sister, but يعني she's allowed to do basically anything she wants. She's 20. هلا هون في كتير مثلا سورية بتلاقيهم ما بيختاروا إنه to be romantically involved مع غير سورية، أو مثلا ما بيكونوا مع كندية أو طليان أو اللي هو، بس يعني حسنا انه اغلبيتنا we're okay with it لانه خلاص يعني قاعدين نحن هون وعم نتعرف عليهم هون. everyone is a good يعني deep inside everyone is a good person. بقى ليش لا؟ انت بتحب تعطي بونبون؟ بتحب تعطي بونبونات؟ ايه
فسر لي ليش؟ يعني أنا بنبسط وقت أعطي بنبونة خاصة لولاد، شوف ولاد هلا في ثلاث أربع أولاد بالبناية، وقت يشوفوا إن عمو عيسى عمو عيسى، بعرف إنه عمو عيسى بس مشان بونبون، بعطيهم بونبونات بينبسطوا كثير. إذا قلت لكم إنه في الميديا الكندية مو كلهم في منهم غباية حاطين إنه أليكسينيون فيها كثير إكستريمست. No, I don't think it's true. I mean, the media is full of dirty tricks, so. I really don't know, but no, actually, I wouldn't agree with that at all. I mean, I actually think it's an open-minded place. شوفوا عرب they associate Arab to extremists. What are your hobbies? Well, my hobby's right over there. I don't think it's visible. PlayStation. أنا painting, reading شوي. أحلى رياضة إلي هي الباسكت والكاراتيه. رأسي المفضل تانجو. تانجو الفالس. بس الأدب ما الجدال. أكثر topics حقلك مثلاً هي على قصص السوسيتي أو الدين أو هدول القصص يلي كتير فيها نقاشات. أنا علمت كتير شباب بناية بريدج وكتير طلعوا شاطرين وحبوها كتير للعبة وكتير كنت مبسوطة منهم أنا و يعني البناية كتير كتير بتسلي بيلتقى بناس كتير صغار. شو بتحبوا في البناية أكثر شيء؟ بنحب الصحبة الحلوة الجيران. لا جد وبحب أنا كمان كنا بنحب الشتاء بتضبنا هالمحل مترو والمول ولا يعني السكيورتي فيها لا يعني عليها شيء. السكيورتي فعلا بأليكسي نيون أحسن واحد كارلو ميزة كبيرة كبيرة بعدين في شو اسمه الجزائري شو اسمه ذاك سليم سليم ما في منحبه كثير كارلو سليم منحب كارلو ومنحب باريس ومنحب فيليبا يلا تسكر على تمام تنكيت بيت العربي العربي يفضل يا بصراحة كيف بحس حالي بدي جاي على البناية بحس انه اي شخصية لي واي اي شيء انا ما اقدر اعمله في الناس حتى تطلع علي او حتى كيف بدي لك يا ما بحس انه بقدر اعمل اي شيء يكون حر واللي عم بعمله بدل مع نظرة العالم تطغي على حد لا بس انت دايما لازم تكون عندها ريسبشن. وقت شفت انه سكان بنايتي كانوا عم يطالبوا بصالة لنجتمع فيها قلت لحالي يا ولد حميل حالك ونزيل على الإدارة. بونجور مونسيور ريش. Bonjour. Je pense que Montréal a su bien vous recevoir comme, comme être humain aussi parce que je sais que ce que vous vivez, c'est pas drôle. Le salon a arrêté parce que le salon, dans les années 80, ici, dans, à Montréal, les gens, c'était majoritairement canadiens, hommes d'affaires, toutes ces choses-là. Puis la mode, c'était le tennis. Dans ces époques-là, les gens jouaient tous au tennis. بما انه الصالة اللي كنا عم نطالب لنجتمع فيها اللي هي ملاعب تنس وما قبلوا يلاقونا محل تاني لنجتمع فيه اضطرينا نعمل شغلة واحدة احتلينا أليكسينيو.
بالصيدة بالفرنسي بتجنن تيجي بتقصدها لإكسلانسنيون لأنها بتحب القعدة فيها والجو. إيه عجيب. حضرتك لبنانية؟ إيه أنا لبنانية. أنا ثالثة لبنانية. آه والله؟ إيه إما أنا ماما. آه والله؟ إيه. آه أوكي. إيه أنا بيجي لهون لشوف تلاميذ القدماء مدام سمر ومدام كوليلا صورة هي وتلاميذ هدول أحلى تلاميذ شكورة كانت ها هيدي كانت جبانة. اي نعم هي صالتنا المتطرفة. هلأ صار وقت الجد، أنا حابب أسأل رفقاتي القراب أسئلة حساسة أكتر. شو رأيكم بالزواج بين الأديان؟ هلأ المشكلة نحن عم نحكي ونحن ما دول مربعين برا بس نحن عشنا برا بكندا. لما هو لقي فكرة إنه إذا أنت نحن عم تحكي عن زواج بين الأديان عنا ببلادنا واحدة من الطرق اللي عملها الزواج المدني والثانية هي أيام صعبة بتكون يعني أنت بتعرف ممكن إذا كل واحد بده يضل على دينه وشخصين بدهم يكونوا سوا كل واحد يضل على دينه منا عملية سهلة. الزواج المدني أنا بلاقي الزواج المدني مو غلط جورج. هلأ بالأيام القديمة مثلاً مثل ما بقولوا كنيسة ما جمعوا الإنسان لا يفرقوا لا يفرق الله لا يفرق لا يفرقوا الإنسان وحتى عند الإخواننا الإسلام إنه الطلاق والمحاكمة يعني العصر تغير ماما. إحنا بعصر العولمي ما بيقدر يضلوا الأجيال عايشين شيء من مئات السنين الدنيا عم تتغير كنيسة لأنه هيك تشانع هلا شغلات جديدة عم تطلع الشغلات الجديدة هي تقدم. طب شو رأيك بالجيز؟ شو رأيي بالجيز؟ بقول لك إنه حرام المفروض هاي كانت العادية السورية تبعيتها بس من جديد صار لي شي سنتين ثلاثة واحد من رفقاتي طلع جيز من وقتها فتحت عيوني على الدنيا شفت إنه لا جيز غير عالم أنا برأيي فكرة إنه تحكي عن الزواج بين عالم هيك لازم خلق العالم تقبل إنه في عالم هيك في عالم بتفضل في شباب بنات بفضل بنات. إحنا عملنا الفكرة هيك فكرة كأساس منا مقبولة. فكرة الزواج أنا برأيي ما يعني كثير بعيدة المسألة يعني أنت ما تعلم تركض تعلم تمشي. فنحن لازم نتعلم نقبل فكرة إنه في عالم هيك. يعني عندك مجتمعات صار لهم سنين قبلانين فكرة انه عالم هيك وهلا عم يخلون يتزوجوا مثل فرنسا بتعرف تفسر. فنحن لازم نبلش نقبل بهالفكرة وهدول العالم ما نضطهدهم وما نحطهم على هامش المجتمع مثل كأنه شيء اختراعات غريبة وكل شيء. صراحة أنا لاحظتها عند كل العالم إنه عندهم نفس المشكلة إنه أولادهم لا عم يعرفوا يكونوا سوريين ولا عم يعرفوا يكونوا كنديين. يعني هي بيقولوا جنريشن جاب صار الأجيال يعني صراع بين الأجيال المفهوميات بالهي لأنه اللي عاش كل حياته الكبير بهالأفكار صعب يجي بده شيء كتير وقت ليطلب الشغلات. حابب أوجه رسالة لكل السوريين تكون بسوريا يا حال العالم كله كندا، أمريكا، أستراليا، الصين، أي مكان بتكون إذا فعلاً بتكون خير لبلدكم لازم بلدكم تحت واحد واحد سوا مهما كان الدين تبعكم شيعي، سني، مسيحي، يهودي. المهم حالياً في عنا ناس عم تجرب تخرج البلد إذا بتكون خير البلد برجع بعيد تحتوا سوا. ليش؟ لأنه كل واحد عم يضحك عليه بطريقة بصراحة أو لا مو هيك العالم عم تحكي أكثر مما تفهم عن جد شو عم يصير. كل شيء صار الشعب السوري بيحب بعضه وبيآزر مع بعضه وبيحس ببعضه وما بظن شو عم بيحاولوا يعملوا ما بظن إنه يوما ما السوري بيكره السوري. يعني حلو بنزل هيك بسلم على الكل هيك عربي هيك لا إني بحبها كثير I'm glad إنه كلهم مجتمعين هون بأليكسينيون
كنا كلنا سوا مجتمعين ملك سنيو. والله كتير شغلة حلوة، كتير شغلة حلوة. ولا أليكسينيو إنه شكرا إنه تحملتنا هالخمس سنين كل الطلاب جينا فوجة واحدة. أليكسينيو إيه لا ما بدي أتغير، ما بدي سكانة يتغير ولا راجعين لكم very very soon we can't wait to be back and everything's gonna be fine eventually. Yep. We hope to live again the usual social life we found in Syria. Hi, thank you. حاجة بقى لسه بدعك فيني ورجيني شو طلع من هالحاجة. دين لله والوطن الجميل. شفتوا؟ شفتوا كيف شبكات الأخبار صلمتنا؟ نحن عرب، الصحفيين ما حيكونوا دائماً معنا. عشان هيك من مواجبنا أول ما نشوف شي غلط دغري نرجي للعالم نحن مين ونتظاهر. أوقات كاميرا واحدة بتأدي. نحن مو متطرفين، يمكن من آمن بالله وعنا معتقداتنا، بس نحن منتقبل غيرنا، منخاف الله، بس نفهم كل الآراء شو ما كانت تكون. بنايتي فيها دروز وسنة وعلوية ومسيحيين، بس اللي بيجمعنا مو البناية، اللي بيجمعنا انه رحنا كلنا سوريين. ارفعوا راسكم يا سكان أليكسينيو. بلادنا المعمورة لو 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 لالي لو 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 لالي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة.